فاتح وتبرعي ومعاون لزارد الان مع اوباما هناك مصورين كده. تخيل شفتهم صوره في النهايه ده قاعدين مع اوباما لانه العقيده واحده عقيده قاعدين مع اوباما. تخيل معي هناك مع النصارى ومصورين جنب البيت الابيض كده كلهم صفين كده يا زول والله ده تقول بتاع مازين بي بس مصورين صفين كده ده قاعدين يا ناس ده دينكم دينك مع اوباما. ومن زمان انت يا صوفي ما افتكرك فينا محمد عبد الوهاب مستر هنفر ودرسكم اليهودي. اها اوباما ده صحابي شهد بدرا. بلاش كلام فارغ ده ما بقدموا دين. شكرا للسعوديه على القرار بتاع ده، شكرا للمملكه العربيه السعوديه على القرار ده انه طفشت كتب الاخوان المسلمين. السلام عليكم.